بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأحيان يعني يصير خوف عند المدربين الشباب يعني من يعطوهم عنوان تدريبي بالدورات التدريبية، وهو بالعكس من يعطيك عنوان تدريبي هو يعني يضعك في موقف واقعي أنت تحتاجه، وتحتاج أن تقيس نفسك، وإذا ما قدرت الموضوع الثاني تشوف شنو النصائح المحاضر، شنو تعليماته، شنو النقص اللي عندك صار تعوضه بالاختبار الآخر. فمثلا على سبيل المثال أحد الأخوة يعني شباب يعني على دورة بي، مطلوب من عنده تدريب مركب للتصويب باتجاهين مع الأوفرلاب، ويتم بنفس الوقت تدريب مركب على هدفين للتصويب إضافة لأوفرلاب بي ويتم بنفس الوقت. أنا راح أضع التمرين الآن، أضعه وما أشرح الحقيقة، أترك الشرح إليك أنت تشرحه، بس هو هذا التمرين يحوي على إجابة للسؤال اللي مطروح عليك أنت كمدرب في الدورة بي. أنت عندك في نفس الوقت عندك مركب، هذا مركب، عندك أوفرلاب، هذا أوفرلاب، عندك شوتينج، هذا شوتينج، تبديل مراكز، بس هذا تمرين، كرر التمرين. اللاعبين يدورون على المراكز، يكون التدريب جيد، يكون تتحصل على كريدت عالي. أنا أحاسبك على سرعة التنفيذ الأداء، هذا يعني خالف البطل، ضروري أن يكون الأداء على سبيل المثال أنتقل من البطيء للسريع بأن أضع شرط تعليمي هو كل المناولات وتبادل الكرة يتم بالوان تاتش، وبما في ذلك الشوتينج، تكون أنت أضفت سرعة أداء يسموها للتمرين، يكون جيد، يكون إيقاع التمرين سريع وإيقاع التمرين مقارب في السرعة لما يحدث في المباريات، يعني تمارين الربط من الدربة كتكنيك، أنا التكنيك أنسى درب، بس ما عندي غير التكنيك، فيحتاج أن ننفذ بسرعة، لأن الآن من الصفات الجيدة في أغلب الأحيان أن ينفذ التكنيك بسرعة وما يسمى بسرعة اللعب، فأعود اللاعب على تنفيذ التكنيك بسرعة اللعب، بس ما عندي أكثر من هذا. الأربعة يبدل والكل تبدل، كل تسوي دورة على الساحة ما يبقوا لمكانهم، لأن أنا هسه بس أسوي المقطع الأول من التمرين، بس أعطيك نموذج لأول مجموعة وأنت تبني المجموعة الثانية، ويديرون ويرجعون الأولى ويرجعون هذا. إذا تريد تضح يعني بما أنه أنت في دورة تدريبية عدد اللاعبين يكون محدد، لأن ما تريد أنت تدرب فريق قاعد، أنت تعرض تدريبك المطلوب من عندك. أما في التمرين الحقيقي وعند الفريق ضع 3 لاعبين في كل مجموعة، يزيد عدد اللاعبين ونفذ التمرين. يسألني واحد يقول حط 4 لاعبين، حط 4 لاعبين، إيش قد عندك لاعبين؟ زين، ضع 4 لاعبين في كل مجموعة، ويكون إيقاع سريع، ماكو توقفات. أنت كمدرب اخرج من الساحة، لا تدخل بالساحة، وهذا المجهز رقم 3 هو مدرب اسمه موفق، هذا هو يجهز اللاعب، لكن أنت إذا كنت مجهز ما راح تنتبه على الأخطاء اللي تصير وين بالتمرين. فكثير من الأحيان المدربين اللي يختبروهم يصيرون مجهزين في وسط الساحة وهم يجهزون الكرة، فتروح منك جزئية ملاحظة ما يعرف بعناصر التدريب الرئيسية. أنت دائما كون خارج الساحة مطلع على حركة كل اللاعبين، تصويبات كل اللاعبين، تبادل مراكز كل اللاعبين، ويقوم غيرك بمسؤولية تجهيز الكرة. لو كان هناك تمرين باتجاه واحد ممكن أن المدرب نفسه اللي يختبره أن يكون هو المجهز، أن تكون مسألة رخاضة الفعالية سهلة باتجاه واحد، لكن باتجاهين يكون صعب. ومو من المحبذ أنه المدرب اللي يختبر أن يعني ينشغل يمين ويسار ويطالع للخلف ويطالع للأمام في وقت التدريب، لأن عليه رصد الفعالية وتشخيص الأخطاء
وإيقاف التمرين وشرح الأخطاء وليش شنو ليش خطأ وشنو الصحيح على عجالة، طبعا اللي يسموها كوتشينج فورميلا، لأن أنت تأخذ درجات على تصحيح الأخطاء، مهمة تصحيح الأخطاء، لكن مو كل خطأ يصحح، لا، أخطاء يسموها الجنرال المؤثرة جدا بالأداء. اشرح التمرين أنت على الصفحة مالتنا، اشرح لنا إياه وحط نقاط التدريب برأيك، وركز على ما يعرف بأن التمرين هو من أجل تحسين التصويب باتجاهين بنفس الوقت مع الأوفرلاب. أنا موفق نجيح مولى، وهذا يعني في وقت راحتي جدا، أنه المدرب دائما يحتاج، وأنا أشوف هذا التمرين لو تعطيه كفاءة عالية للفريق جيد، أكثروا من هاي التمرين الضبط هاي المساحة، فسألني مساحة 50x40، أوكي، 60x40، أوكي، ممتاز، هاي الساحة دائما 60x40، شوف أنا راسم لك إياها، هاي 6 حاجاتك التدريبية من 8x8 لحد 4x4، 6 الحاجات التدريبية مالتك كلها. شكرا جزيلا، جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله.